فريق النادي الاهلي مع الكابتن سعد الحفيظ مدير الكره. كابتن سيد، مبروك الفوز بالسوبر في وقته، اشتغلتوا عليه بشكل جيد جدا بعد مباراه الزمالك، لكن تعليقك على المشهد النهارده اجمالا من البدايه حتى صفاره النهايه. الحمد لله طبعا على كل شيء. يمكن قلنا من اول ما خرجنا من القاهره ان احنا عندنا مباراه صعبه مع الزمالك في البدايه، وبعدين عندنا فتره زمنيه قليله جدا ما بين المباراه والثانيه، لكن الحمد لله رب العالمين. يمكن ثقتنا في لعيبتنا وشخصياتهم وتفكيرهم وعقولهم، لو سمحت وعقولهم ومدى تركيزهم وقدرتهم على الفصل او مقدرتهم على الفصل ما بين المباراه والاخرى او ما بين البطوله والثانيه. مباراه باحداثها شفتها ازاي يا كابتن سيد، خاصه ان الاهلي بعد الدقيقه 90 ودخلنا اكسترا تايم كان في قلق، لكن مع ذلك الاداء البدني كان مهم جدا مع الشغل الفني. الحمد لله رب العالمين. يعني انت بتشتغل كفريق واحد، سواء كان جهاز فني او لعيبه او منظومه بشكل عام، يعني انت بتحاول تحقق الهدف بالنسبه لك مهما كان التعب ومهما كانت الارهاق ومهما كان الارهاق او الجهد اللي بتبذله. اعتقد ان هو يعني بيرخص قوي او بيهين عليك جدا لما بتحقق الهدف بتاعك يعني. وعلى قد الهدف انت بتتعب، يعني عشان توصل لحاجه كبيره جدا بالتاكيد لازم يبقى فيها تعب كتير قوي. يعني الحمد لله طبعا من حق كل اهلاويه تفرح ومن حق كل مصر تفرح بمباراه النهارده، لكن كمان يعني هو ده اللي انت شايفه واللي انت عارفه، ان انت من بكره هتبدا تستعد تاني للمباراه في منتهى الاهميه اللي هي مباراه يوم الثلاث مع طلع الجيش، ومش هننسى ان هي الفرقه من الفرق اللي تعادلت معانا في الدور الاول. يعني انا عايز الحقيقه قبل ما تفصل، ان انا عارف بعد ما تركب الطياره خلاص السوبر بالنسبه لكم انتهى وهتفكروا في المرحله الجايه، لكن ايه اللي ممكن تقولوا للعيبه في التوقيت الحالي، خاصه بعد فتره كان في اهتزاز شويه نتيجه ضغط مباريات واصابات، لكن من اول مباراه بتروجيت بعد كده الفوز 3-4 والفوز على الزمالك والنهارده السوبر. لا يعني بص، انت في الاول والاخر يعني بالتاكيد بتحاول ان انت تعمل حاجه كويسه، تدي دوافع جديده، تبدا تتكلم مع اللعيبه في امور مهمه جدا، وخصوصا في الموسم ده لازم الناس تبقى عارفه كويس قوي. يمكن احنا بالنسبه لنا عشان طبعا كانت بطوله افريقيه فعندنا مؤجلات، فالمؤجلات بتاخدنا او بتضطرنا ان احنا نلعب على عدد زمني او على عدد مباريات في فتره زمنيه قريبه، فبالتالي بتبقى فيها صعوبه يعني. لكن في النهايه ثقتنا في كل المجموعه، ثقتنا في كل اللعيبه، يعني ان شاء الرحمن باذن الله تعالى نقدر كمان ان احنا نواصل، لان هي مرحله في الموسم انتهت اللي هي مرحله الدور الاول ومرحله السوبر، وبعد كده هتخش على الدوري او نهائيات الدوري او الدور الثاني من الدوري، وبعدين الكاس وافريقيا باذن الله. كم بطوله يا كابتن سيد؟ يا الحمد لله على كل شيء. بقى ينضم لي في هذه اللحظات ايضا الكابتن احمد ايوب. وفين الميداليه؟